كما تؤكد دول مجلس التعاون على موقفها الثابت من أن المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم تتعارض مع قيمنا ودين الإسلام الحنيف. السيد الرئيس، رئيس البعثة الدبلوماسية السعودية في مقر هيئة الأمم المتحدة بجنيف السفير فيصل طراد بدأ خلال الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان وهو يتبع تكتيكات جديدة في الرد على الانتقادات التي توجهها المنظمات الحقوقية للسعودية على خلفية سجلها الحقوقي الذي يعتبر واحداً من أسوأ السجلات في العالم، حيث الإعدامات الجماعية والاعتقالات التعسفية وحرمان المرأة من حقوقها الأساسية والتضييق على حرية الرأي والتعبير. ما يحدث في اليمن الذي تعرض لعدوان وحشي بربري سعودي بدلا من إعانته على استثمار ثرواته وتنمية المجتمع اليمني. هذا السفير كان يزبد ويرعد خلال الدورات السابقة عند سرد جرائم السعودية في اليمن، ووصل به الحال إلى حد المطالبة بعدم تصويره، لكنه اليوم يغير من تكتيكاته في التعاطي مع الانتقادات. It is not surprising to us to see countries like المملكة العربية السعودية, دولة الكويت, دولة الإمارات العربية المتحدة supporting the abuses that's happening in Bahrain because all of them join simply one club called abuse and human rights violations. ظهر ذلك جليا خلال إلقاء رئيس منظمة أمريكيون لكلمة أمام أعضاء المجلس انتقد خلالها السعودية وعددا آخر من دول الخليج القمعية. السفير لم يقاطع الكلمة كما كان يفعل سابقا، لكنه بدا منشغلا بهاتفه النقال متهربا من الرد أو المقاطعة التي جعلته موضع سخرية خلال الدورات السابقة. تعرب دول مجلس التعاون عن خيبة أملها إذا ما جاء من إشارات سلبية في الإحاطة الشفهية للمفوض السامي بشأن مملكة البحرين والتي لا تعكس حقيقة واقع وسجلها المتطور في مجال حقوق الإنسان. وهو لم يدافع عن السعودية هذه المرة في كلمته التي ألقاها في المجلس، بل نصب نفسه محاميا لسلطات البحرين التي وجه لها المفوض السامي لحقوق الإنسان انتقادات لاذعة عند افتتاحه لأعمال الدورة. The past decade has demonstrated repeatedly and with punishing clarity exactly how disastrous the outcomes can be when a government attempts to smash the voices of its people instead of serving them. The authorities of Bahrain would be well advised to comply with the recommendations of the human rights mechanisms and UPR. تكتيكات لن تنفع السفير السعودي الذي أصبحت انتهاكات أسياده السعوديين ودعمهم للإرهاب واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار.